هذه أحوال المسلمين في تركستان الشرقية شمال شرق الصين، بلد في حجم السودان، أرض في حجم السودان، أرض إسلامية يضطهد أهلها بالمئات الألوف، يوضعون في معتقلات عامة، يفرق بين الأب وابنه، يوضع كاميرات على كل بيت وداخل كل بيت، يوضع تطبيقات على الهواتف لتدل ماذا تفعل وماذا تقول وماذا تأكل على المسلمين. نعم، ويحاربون في أديانهم وتغلق دور العبادة عندهم، ثم يخرج بعض دول المسلمين ليوقعوا بيانا يؤيدون فيه إجرام الصين في حق المسلمين في تركستان الشرقية. أما إذا جئنا إلى وضع كشمير الآن التي يراد أن تضطهد من جديد ويلغى الحكم الذاتي فيها ليضطهدهم الهندوس من جديد بعقيدة كفرية حاقدة، ماذا تحرك المسلمون؟ أين الإخاء الذي نتكلم عنه أنه درس الهجرة الأول؟ أين مثل المؤمنين في توادهم؟ مثل المؤمنين، إذن هي حقيقة الإيمان، مثل المؤمنين.